عندنا الجمبري والسمك ماشي. اه هخلي كريم يغرف عندنا، ادي الجمبري الرز بالجمبري نغرفه عندنا اهو في طبق، وهنطلع السمكيه على طول نغرفها. بس قبل كل شيء عايزين نشوف الطبق بتاعنا دوت بتاع الكابوريا المشويه بتعمل ازاي. صوابع الكابوريا بتتباع في السوبر ماركت وموجوده متوفره، بنجيب لها خضروات بنشويها، فلفل، كوسه، جزر، بصل، طماطم، وات ايفر ايه حشويه معاه. بعد كده بجيب عندي اعشاب عطريه وخل عنب برسامي ماشي، وعندي شويه وعندي كمان كابوتشا. يبقى عندي مقادير بتقول 10 صوابع كابوريا، نص كيلو خضروات مشويه، نص كيلو خضروات مشويه، 2 معلقه زيت، نص معلقه اعشاب عطريه، معلقه خل عنب برسامي كابوتشا، ملح، فلفل. لو تلاحظوا هنا كده الزيت بس اكتفيت بيه اللي هو هيتحط عندي على دي كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو عندي كده على الكابوريا كده، واخدها عندي على طاسه او على جريل وابدا اشويها عندي كده بالشكل ده. اه بالراحه جدا اشويها جدا عندي اهو، ادي الكابوريا ابدا اشويها اهو كده. لا تعالي كده، ايوه بالشكل ده كده. يبقى انا خدت عندي الكابوريا شويتها، وبنفس الوقت شويت عندي الخضروات. طبعا شويتها قبل الهواء هتاخد معايا وقت شويه، لكن هنا الكابوريا اصابع الكابوريا دي يا جماعه مش كابوريا، عشان بس ما حدش ايه يفكر دي عباره عن سمك مضغوط بطعم الكابوريا، عشان بس ما حدش ايه يقول لنا كابوريا. لا دي مش كابوريا، دي عباره عن سمك مضغوط بطعم الكابوريا ماشي، وطعمه حلو جدا والناس بتقدمه ومبسوطه جدا بيه، وبتقدمه في المناسبات والحفلات زي الفل، مفيش مشكله خالص كده زي ما انتم شايفين كده. ناخد بعد كده عندنا بمقطع كده، مقطع الحمد لله ماشي. يلا كده ادي مقطع اهو، نبدا نقلب بالراحه كده اهو، لونت ولا لسه سيبها شويه عندي كده. هجيب بقى عندي طبق بتاع السلطه وابدا اخد عندي الكابوتشا دي اهي، افرغها عندي كده من النص كده اهو، احطها هنا كده بالشكل ده اهو عشان تبقى سنده كده، وابقى جاي بعد كده واخد عندي الخضروات دي اقلبها مع بعض. ادي الخضروات اهي اهي مشويه كده، وادي الزعتر عندي او الروزماري او الاعشاب العطريه وات ايفر عندي ايه، الروزماري اهو الموجوده عندي. مفيش عندي احط شويه كزبره او شويه اللي هو الشبت. اقلب الكابوريا بتاعتي كده اهو بالشكل كده، انا عايزها تشوي كده تاخد طعم الشاي معايا اهو كده، خدها بالشكل ده كده، واقوم جاي مخدي عندي مد عندي معلقه خل عنب برسامي تدي تيست حلو جدا اهو، وشويه ملح كده، وشويه فلفل كده، واقوم جايب عندي الكابوريا بتاعتي اللي انا اخدتها شويتها دي، اطفى عندي كده كده اهو، واخدها كلها كده عندي بالشكل ده على بلانشه زي دي كده اهو. ابدا اقسم في طبق، يعني ايه؟ يعني جزء منها اخده كده عندي في قلب السلطه بنفس الحجم كده اهو بالشكل ده، جزء عندي في قلب السلطه كده، واقلبه عندي مع الخل بالعنب البلسمي كده، واخد الكلام ده كله احطه هنا. استاذ امل، استاذ امل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ امل اهلا بيك يا استكل. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اهلا يا اهلا. بصراحه انا عندي ثلاث نقط اكلمك فيهم. اتفضلي يا استكل. الحلقه بتاعت امبارح كانت خطيره وطلبتك اربع مرات، والخط مره يقطع ومره ما يجيبش. ده احنا مش يعني احنا مش سعداء الحظ ان احنا ما سمعناش صوت حضرتك امبارح والله، يعني ربنا يخليك. انا عايزه بس كمان نمره اتنين احيي الاستاذ عماد، هو والمصورين جابوا كريستالات السكر اللي على الكيميكو، وبعد ما طلعته لا يمكن تتخيل الصوره.